تعالى يا حاج بابا، شايفين عمر قبل نشوف ما يجي بعد ما يخلصوا شغل ان شاء الله. تمام، بس احنا حاليا شغالين على العماله غير منتظمه وعلى ناخد منهم في 30 مركب اهو من العماله غير منتظمه. بالظبط ما شاء الله، وعلى وعلى الاعقاد كمان شغالين عليهم. طيب محمد اليوم صعب على العماله خمس اولاد غير الاب والام. احنا كمان في الـ في الـ في الـ في بتاعنا فرقه جديده. طيب كويس الحمد لله. للناس بتاعي من بعيد، بتاعي من الشغل، بتاعي من المدينة بعدانا، والله ما كنت عارف كيف الناس. وبارك الله فيكم. صالة انتظار يعني. صالة انتظار لك احنا كنت انتظار. والله جزاك الله كل خير يا عم تعملوا فينا. والناس ربنا يبارك فيكم. بارك الله فيك. تعمل بقى عليه كمان من الارض يعني مش عارف بتاعته كده، بتبدا تشرح كام سلم المعمر والحاجات دي. احنا مش هنكمل خلاص يعني عشان ما نطلع للطفل نفس البيوت ربنا. احنا تاني يا يعني.